لجنة حماية الأموال العامة، رقابة برلمانية مستمرة وتحقيق شامل كشف تضاربا في الأقوال بين مسؤولي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ولجنة تخصيص الحيازات الزراعية. ارتأت اللجنة أيضا تكليف رئيس هيئة الزراعة بتزويد اللجنة يوم الاثنين المقبل بعدد من المستندات وعدد من الوثائق لفحصها، لأن هناك تبين أن هناك تضارب أيضا في الأقوال بين المسؤولين في هيئة الزراعة حول ما يسمى بلجنة تخصيص الحيازات الزراعية. تساؤلات وشبهات وضعت الأطراف المعنية على طاولة الاجتماع لتبيان الحقيقة وكشف التجاوزات على القانون. لم نصل طبعا الى اتخاذ قرار الان، احنا ما زلنا في طور التحقيق في هذه القضيه، وايضا هناك اجتماع قادم الاسبوع الجاي ان شاء الله لمتابعه هذه القضيه، وفي النهايه نحن شفافين جدا ونبحث عن الحقائق، ولا يمكن ان نسمح لاحد بان يتجاوز على المال العام. مدير هيئه الزراعه اكد سلامه الاجراءات القانونيه، بينما طالبت حمايه الاموال العامه كافه الوثائق والمستندات ومحاضر اجتماعات اللجنه المختصه لاستكمال التحقيق وتقصي الوقائع نحو حفظ الاموال العامه وتطبيق القوانين واللوائح.